وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. دكتور ماجد، بعد التحية، كيف تابعت جلسات اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن؟ مساء الخير أستاذ أشرف، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. بدون شك أن المتابعة للمؤتمر بتدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بأن يبقى فيه مشاركة شعبية، بمعنى أن احنا شايفين المؤتمر، حتى عنوان المؤتمر حكاية وطن، لو بصينا للاهتمام السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وكل عناصر الحكومة، هنلاقي أن في الفترة الحالية من العهد اللي نسميه العهد الجديد، هنلاقي فيه اهتمام بكل ما هو في طريقه لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. نعم، كيف تابعت استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي للوضع الاقتصادي ما قبل وما بعد الثورة، وتركيزه على نقطة يعني قناة السويس كنموذج واحد من هذه النماذج؟ طبعا نماذج عديدة، ولكن في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتركيزه على قناة السويس، يمكن لأن كان في مجموعة كبيرة من المشروعات القومية اللي بتؤدي إلى تحسين مستوى أداء الاقتصاد المصري، وأشادت بكده مؤسسات عالمية كبرى. لو كلمنا عن أحد المشروعات القومية الكبرى ألا وهو قناة السويس، بدون شك أن كل الأهداف اللي بتحققها هذه المشروعات القومية في النهاية بتهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد المصري، وأيضا ما يتعلق بزيادة الموارد من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، لأن مصر تتمتع بموقع استراتيجي ما بين دول القارة بل ما بين دول العالم. وبالتالي قناة السويس تعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة الهامة. التوقيت اللي تم فيه، الفترة الزمنية اللي تم إنجازها فيه، وبالتالي كل ده في النهاية بيؤدي إلى تحسين أداء الاقتصاد المصري. مشروعات قومية كبيرة، يعني سلسلة من الإنجازات في فترة زمنية وجيزة، لأن لو كلمنا حتى وقلنا 10 سنين، فعشر سنين تعتبر في عمر الدول فترة قصيرة. في دول يمكن ما حققتش جزء كبير من اللي احنا حققناه في فترة زمنية أطول. احنا حتى في فترات سابقة يمكن كان معدل تحقيق هذه الإنجازات على عصور طويلة أو فترات طويلة. الفترة الحالية شهدت مجموعة كبيرة من الإنجازات، المشروعات القومية الكبرى، لو تكلمنا عن البنية التحتية أو الانفراستراكشر، الطرق والكباري والأنفاق، لو لم تكن هناك هذه البنية التحتية وأيضا توصيل المرافق إلى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء المدن الصناعية، لما كان هناك استثمارات لا محلية ولا عربية ولا أجنبية. نعم. بدون شك العالم بيعاني من موجة من التضخم وارتفاع الأسعار، يمكن ما صدقنا خرجنا من كوفيد-19، جائحة كورونا، جت بعدها الحرب الروسية الأوكرانية وألقت بظلالها على العالم أجمع. شايفين دول اقتصادتها ومعدلات نموها كبيرة جدا، وبتعاني من أيضا موجة التضخم العالمية، خاصة أن أسعار الطاقة ارتفعت، أسعار النقل ارتفعت، أسعار الخامات وأسعار السلع الغذائية. وبالتالي هذه المشروعات القومية اللي تم إنجازها في هذه الفترة الزمنية التي تعتبر وجيزة كما ذكرت في عمر الدول، مشروعات في متعددة، في يعني مجالات متعددة صناعية وزراعية. لسه كنا بنتكلم عن جزء خاص بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطاقة النظيفة أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الرياح ومن خلال أيضا الطاقة الشمسية. وبالتالي مشروعات شايفين مفاعل الطبع النووي، وكيف توجهت الدولة المصرية إلى وجود فائض في الكهرباء بدلا من أن كان هناك عجز مسبق في الكهرباء، بالإضافة إلى مجال الصناعة. الصناعة تعتبر القاطرة الحقيقية للتنمية. لو نظرنا إلى الصناعة لوجدنا أن هناك مشروعات صناعية كبرى عملاقة عديدة تم إنجازها في مختلف محافظات مصر بشكل توزيع جغرافي. هناك محافظات كانت سابقا مهمشة أو غير لا تحظى بالاهتمام الكافي. شفنا سيادة الرئيس كان قريب افتتاح مشروعات قومية كبرى في بني سويف، وشفنا قد إيه المحافظات الأخرى خدت نصيبها من الاهتمام
بشكل يعتبر توزيع عادل للمشروعات ما بين المحافظات، بل وفي منتهى الذكاء ايضا اللي هو الاستفاده من المزايا النسبيه لكل محافظه، فكل محافظه من محافظات مصر فيها ميزه نسبيه اما في وفره مواد خام معينه او وفره عماله بشريه. يعني لو تحدثنا عن صناعه الاثاث على طول هيخطر في ذهننا مدينه دمياط، لو تحدثنا عن صناعه الغزل والنسيج هيخطر في ذهننا مثلا مدينه المحله. وايضا نماذج لهذه او لهذا التوطين للصناعات في المناطق التي تتمتع اما بميزه نسبيه من حيث وفره المواد الخام او ايضا من حيث وفره العماله الفنيه الماهره في هذه الصناعه. لو ذكرنا ايضا قطاع الصناعه لتعددت الانشطه، مثلا مدينه عالميه للدواء، مدينه عالميه لصناعه الذهب والمشغولات الذهبيه. ايضا لو تطرقنا الى قطاع الزراعه، لان من لا يملك قوته لا يملك قرار، وبالتالي كانت توجهات القياده السياسيه بتوفير الغذاء بشكل تفنى فيه، ان بعض المواد الغذائيه كان فيها ازمه في دول كثيره، والحمد لله ما كانش عندنا هذه الازمات. يمكن الاسعار بتغلى، ودي زي ما قلنا موجه عالميه بتبقى بتعم دول العالم اجمع، وخاصه ان احنا في برضو جزء عندنا يعني مش قليل بنستورده. فالتوجه الى الصناعه اما لاحلال المنتج المصري محل المنتج الاجنبي، وبالتالي توفير في فاتوره الواردات، او التوجه الى تشجيع الصادرات وبالتالي تصدير هذا المنتج بشرط ان يتوفر في الجوده والسعر المناسبين للمنافسه، وبالتالي الحصول على العمله الاجنبيه او موارد من النقد الاجنبي. نعم. لو تكلمنا في انجازات قطاع الزراعه هنلاقي انجازات عديده في قطاع الزراعه. على سبيل المثال للحصر، المليون ونص فدان اللي تم استزراعهم، ثم المليون فدان، ايضا تسهيلات للفلاحين والمزارعين اما في اعفائهم في حزمه القرارات الرئاسيه الاخيره من فوائد القروض واعاده جدوله الديون للمتعثرين، او من خلال دعم الات ومستلزمات الانتاج اما من خلال تخفيض نسب جمركيه او الاعفاء لبعضها في حالات معينه. بالاضافه ايضا ان القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير من الدوله المصريه لتوفير السلع الغذائيه والاستعاضه عن استيراد السلع التي يمكن ان تعود بمردود اكثر لو تم زراعتها محليا، وفي نفس الوقت عندنا محاصيل زراعيه بتهتم بيها الدوله بتبقى من الصادرات الزراعيه اللي بتؤدي الى مزيد من الموارد من النقد الاجنبي. نعم. دكتور ماجد، يمكن من خلال الفيلم التسجيلي الذي عرض في جلسات المؤتمر تم عرض ما قدمه البرنامج الرئاسي من مواجهة الأمراض مثل حملة مكافحة فيروس سي، مبادرة حياة كريمة، ما تم إنشاؤه من شبكة طرق جديدة وبنية تحتية ومدارس جديدة، وما شهدته مصر من تطوير في التعليم وتطوير للكهرباء واكتشاف آبار للغاز الطبيعي، وما تشهده مصر حاليا من بناء مدن جديدة. كيف قرأت استعراض هذا الفيلم لهذه المنجزات؟ أي الفيلم ده كان بيلقي الضوء على بعض النقاط اللي تم تركيز الدولة المصرية عليها إما للحفاظ على صحة المواطنين، وشفنا لما جت جائحة كورونا الحمد لله ما كانش عندنا مشكلة في توافر الأمصال واللقاحات، بل بالعكس كنا بنساعد دول أخرى في هذا مجال. بالإضافة إلى أن صناعة الدواء المصرية تعتبر من الصناعات الرائدة في المنطقة، لأن برضو تصدير الدواء اللي بتصنع في مصر من أحد الأهداف اللي بيتم توفير فيها موارد من النقد الأجنبي. طيب ده في مجال ما يتعلق بالصحة، وشفنا مبادرات عديدة وحاجة ذكرت على سبيل المثال الحصر، وده تم عرضه في الفيلم التسجيلي، مبادرة حياة كريمة. ومبادرة حياة كريمة هو إيه الهدف منها؟ الهدف منها هو المسمى يحمل الهدف، حياة كريمة بمعنى توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري من خلال تحسين مستوى المعيشة، تحسين الدخول. وشفنا مؤخرا حزمة بعد حزم عديدة من القرارات الاقتصادية اللي أصدرها سيادة الرئيس بزيادة الحد الأدنى للمعاشات، زيادة الحد الأدنى للأجور، زيادة العلاوة الاستثنائية، زيادة الحد الأدنى للإعفاء من الضرائب. وبالتالي كل دي نقاط بتؤدي إلى مش بس تحسين مستوى الحياة أو جودة الحياة، بتؤدي إلى أن يبقى في حياة أفضل للشعب المصري. طيب لو تحدثنا أيضا عن
ما يتعلق بالمشروعات القومية الخاصة بالعشوائيات، القضاء على العشوائيات. شفنا قد إيه كان في مناطق عشوائية، يعني حياة تعتبر حياة مش بمستوى لائق بالشعب المصري، والدولة تبنت سياسة قوية جدا للقضاء على العشوائيات. وشفنا مناطق زي غيط العنب ومشروعات كبيرة جدا تم إنشائها مش للأغنياء وإنما لمحدودي الدخل. محدودي الدخل هم الطبقات الأولى بالرعاية، لأن الأغنياء عندهم قدرة على شراء العقارات في أي مشروعات، لكن الدولة بتولي بالعناية الأكثر الطبقات محدودة الدخل أو كما يسمى الطبقات الأولى. الأولى يعني الأكثر أهمية في الرعاية. وبالتالي شفنا القضاء على العشوائيات، وده ملف مهم جدا وأخذته الدولة المصرية على عاتقها، وده يعتبر تحسين لجودة حياة المواطن. أيضا الاهتمام بالصحة من خلال المراكز الطبية والمستشفيات اللي بتنتشر بشكل أكثر على يعني في ربوع جمهورية مصر العربية. كيف ترى رؤية الدولة دكتور ماجد خلال المرحلة القادمة إن شاء الله؟ والله بص حضرتك، طبعا كل مرحلة بيبقى ليها من الأهداف زي ما بيقولوا كده المحققات المستهدفة، اللي يخلي أن الدولة بتشوف برضو في متغيرات بتبقى عالمية، مستجدات على الساحة، فنلاقي أن مثلا مجموعة أو حزمة من القرارات الاقتصادية بتواجه موجة الغلاء زي ما قلت، إما رفع الحد الأدنى للمرتبات، الحد الأدنى للمعاشات، زيادة الأجور والمعاشات، أو النسب المعفية من الدخول من الضرائب، وبالتالي كل ده بيبقى مستهدفات. طب الدولة المصرية بتستهدف إيه في الفترة اللي جاية؟ لو شفنا رؤية مصر 2030 هنلاقي إن فيها كل ما يتعلق بأولا زيادة معدلات النمو، تحسين مستوى المعيشة، تحسين جودة التعليم، وشفنا إن حصل تطوير وتعليم في تطوير في سياسات التعليم في الفترة الأخيرة، وأيضا إنشاء تخصصات لم تكن مسبوقة من قبل. يعني دلوقتي بقينا نشوف كليات عندنا يعني موضوعها أو الكلية تخصصها الذكاء الاصطناعي، ما كانش الكلام ده موجود قبل كده، لأن في مهن سوف تندثر، في مهن مش هتبقى موجودة على مستوى العالم وتحل محلها مهن أخرى جديدة. المهن التخصصات الخاصة بالبرمجة وما يتعلق بعلوم الحاسب الآلي والمعلومات دي كلها مهن جديدة ووظائف جديدة. تم إنشاء هذه الكليات لتخريج دفعات من الشباب المؤهلين لسوق العمل، سواء كان سوق العمل المحلي أو سوق العمل الأجنبي، لأن برضو بيستعان بهؤلاء الشباب في أسواق عمل خارجية، وبالتالي بيقدروا أن هم يحسنوا دخولهم ودخول أسرهم، فبالتالي بيتحسن مستوى معيشي لأسر بيعولهم شباب بيعملوا إما داخل مصر أو خارج مصر. طيب دي فيما يتعلق بسياسة التعليم. أيضا المناهج، تم إعادة النظر في المناهج التعليمية، تم إنشاء الجامعات الأهلية وهي جامعات مشتركة ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص. شفنا توسع كبير في زيادة عدد الجامعات في العام الدراسي الجديد اللي هيبدأ إن شاء الله من بكرة، بالإضافة إلى أن مش بس جودة التعليم، لا جودة الحياة بشكل عام، هنلاقي أن المستقبل إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. يمكن العالم كله بأكد عن النقطة دي، لأن قد يرى البعض أن في مشاكل، لكن المشاكل دي مش بتواجه مصر بس، المشاكل دي بتواجه العالم كله. وإحنا لو بصينا على الفضائيات وشفنا الدول المتقدمة بل ومنها دول صناعية كبرى وطوابير أحيانا أو أحيانا بعض المشاكل حصل بسبب الاقتصاد والتضخم وارتفاع الأسعار أو مطالبات بزيادة الحد الأدنى للدخول، هنلاقي أن من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا بفضل الله ثم بفضل توجيهات القيادة السياسية هنلاقي أن بنتحسن. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيبقى عارف، الإنسان دايما تفائلوا بالخير تجدوه، فلما يبقى كلنا عندنا موجة من التفاؤل أن القادم أفضل بإذن الله، هنقدر أن احنا نقف مع دولتنا وكلنا يبقى في مستوى أفضل من حيث الدولة، والدولة ما هي إلا مجموعة من المواطنين.
نعم الدكتور ماجد، المؤتمر شهد أيضا حضور لوزراء المجموعة الاقتصادية من التخطيط، التجارة والصناعة، المالية والتعاون الدولي لشرح رؤية الدولة أيضا فيما يتعلق بحكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. بدون شك أن حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بنقيس إحنا حققنا إيه من المستهدف، يعني في مختلف القطاعات زي ما قلت الصناعة، الزراعة، الطاقة، التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية، هنلاقي ان قطاعات عديدة جدا جدا. طب انا اقول لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام مثلا على سبيل المثال، احنا في تكاليف النقل بتواجه العالم دلوقتي مشكلة كبيرة في ارتفاع تكلفة النقل، بتؤدي الى ارتفاع تكلفة المنتجات لان تكلفة النقل تمثل جزء من تكلفة المنتج النهائي. هنلاقي أن الدولة المصرية في فترة وجيزة تبنت سياسة لإنشاء مجموعة من الموانئ الجديدة بالإضافة إلى تجديد الموانئ القديمة وإعادة فتح الموانئ اللي كانت مغلقة أو لا تعمل. ده كله في النهاية لأن تكاليف زي ما قلت النقل مهمة جدا في التكلفة، وبالتالي القدرة للمنتج المصري على منافسة المنتج الأجنبي سواء كان هذا المنتج مستورد أو كان المنتج المصري بيصدر في الأسواق الخارجية. حكاية وطن بتدل قد إيه إحنا نقدر نقيس الإنجازات اللي تمت وما كان مستهدف، ونقيس قد إيه إذا كان هناك انحرافات إيجابية أو سلبية. بمعنى إن أنا كنت مستهدف مثلا معدل نمو 3% مثلا، يعني أتي 2.5%. طب كويس، المستهدف ده في ظل ظروف عالمية شكلها إيه؟ الإنجاز اللي تم مستهدف وتم إنجاز. كان في ظروف عالمية بتحيط بالعالم كله شكله إيه؟ نمرة واحد، نمرة اثنين. اللي أنا بستهدفه في الخطة القادمة، إحنا النهاردة في تقريبا مشارف نهاية عام 2023 حاطين خطة مستقبلية اللي هي رؤية مصر 2030. أنا في خلال السبع سنوات دول أو الست سنوات دول أنا إيه المستهدف تحقيقه علشان أبدأ أحط التعديلات على الخطة بما يتناسب مع المتغيرات العالمية اللي حصلة علشان أقدر أحقق أفضل النتائج اللي ممكن تكون مستهدفة. نعم بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد.